السيد رئيس مجلس الأمة المحترم، يرجى تقديم الفقرة 132 من جدول أعمال على أن تكون بعد كشف الأوراق والرسائل الواردة وحالتها إلى المحكمة الدستورية بصفة الاستعجال. مقدم الطلب نبيل الفضل. مال حصان البرلمان. يقرا البند اللي هو البند 132 اقتراح بقرار مقدم من اقتراح بقرار مقدم من العضو نبيل نوري الفضل بطلب إحالة المواد 108 و110 و111 من الدستور وما يرتبط بها من مواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بالحصانة الموضوعية والإجرائية إلى المحكمة الدستورية. هل في تفضل يعني كنت أتمنى الأمانة العامة ينبهون سعادة الرئيس شلون اقتراح من شخص من عضو واحد يتم الموافقة عليه. الاقتراحات لا تقدم إلا من 5 على الأقل، وما يجوز عضو واحد يقدم طلب لاستعجال أو مناقشة أو بند ما يستجد أو غيره. فلذلك أرجو الأخ الرئيس حق خلي يقرأ حط اسمه واعرفوا أن الأغلبية قاعد تعلمكم شلون لائحة. الله علام مونس، في اقتراح مقدم من شخص واحد هذا؟ طيب شلون تقرا؟ بس انت الحين اقتراح لازم يكون 5.